يعني انتم عمالين بقالكم 60 سنه 70 سنه دوشنا، اتفضلوا. لانه الناس زي ما هو ده، زي ما يجي واحد لما مؤاخذه تلاقي عبده مشتاق، مظبوط كويس ماشي يا سيدي، انت مشتاق اتفضل خد الموقع اللي انت عايزه، شو ورينا هتعمل ايه؟ ورينا. بعد اسبوعين ثلاثه تلاقي ما فيش، هم نفس الحدوته. مش انتم عمالين تعملوا الالاعيب دي كلها طوال فتره الرئيس مبارك، الرئيس السابق مبارك، وطوال فتره المجلس العسكري والى اخره، وحتى في اثناء المعركه الانتخابيه ومنعوا الناس في الصعيد انهم يروحوا يصوتوا واشياء كثيره، ومع ذلك اتفضلوا ودخلوا الى الموقع برضا من المصريين. صحيح. فماذا فعلوا؟ لا شيء. صحيح. يعني هو وافتضح امرهم دخل وامكانياتهم الضعيفه وعنصريتهم. لا، ما في اولا العنصريه الشديده جدا، الطائفيه الشديده جدا. يعني انا لا، يعني الحقيقه ساعات كتير في حاجات اما تيجي تقعد تفكر فيها، لما راحوا على الكاتدرائيه يحرقوها ليه؟ يعني انت تحاول تدور لها على سبب. وما راحوا اقتحموا المشيخ الازهر، ولما راحوا المشيخ، ولما رحتوا المحكمه الدستوريه العليا، يعني ده انت حلفت اليمين قدام المحكمه الدستوريه العليا، ومحاولة يعني اغتيال البابا في اسكندريه واشياء كثيره جدا. يعني انت اما تقعد تفكر، طب ده ليه؟ يعني ده بتوقع دولتك ليه؟ لا مش دولته، وانت اللي بتحكم، لانه لا يريد الدوله. صحيح. وهو ده اللي كل اللي الشعب المصري ادركه، وكل الناس في المنطقة الوقت المناسب، في الوقت المناسب. صحيح. ان هؤلاء لا يريدون الدوله، هم يريدون اللا دوله ويريدون الطائفيه. لا يستطيع العيش الا في اللا دوله، في الفوضى بشكل عام.